الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ نعمل الانيميشن، ولما اجي افكر في الانيميشن لازم اعرف ازاي اعمل ايه الاول واعمل ايه بعد كده، يعني ارتب افكاري واشوف ايه اللي هيتحرك الاول وايه اللي هيتحرك بعد كده. هاخد شوية زمن، طبعا كل التايم لاين كل الطبقات، بحيث اني اقدر اتحرك براحتي. هنقفل كل الليارات وهنفرد بقى. اول حاجة البي جي انا عايزها دلوقتي هي اللي ظاهرة معايا في الاول، يعني معنى كده ان كل الاوبجكتس دي هتبقى بعد الفريم 1، فانا ممكن اجيبها في الفريم 20 مؤقتا دلوقتي لحد ما اشوف انا هعمل ايه في البي جي. البي جي عندي اهي، تمام. فدلوقتي هعمل ايه؟ هعمل حتى ذكيه شويه. هعمل ايه؟ عند ال20 هعمل انسيرت كي فريم، اوكي، وهعمل دي شيب توين، وهخلي اول واحده ال هخلي اول واحده دي هتبقى بنفس اللون بتاع دي، بحيث انها تبقى سودا خالص، وبعدين تبدأ تعمل افكت النور ده. اوكي، تعال نعمل ايز ان ونشوف. جميل، كويس، دي شوية زمن كمان. ايز اوت تاني، ايز اوت. انا شايف ان ايز ان احسن، بحيث انها تبدأ بالراحة وتنتهي سريع. اوكي، بعد كده عملت البي جي، حلو قوي. بعد كده هخش بيه ال هنخش نشيل بقى البنت دي مؤقتا عشان عينينا تستريح، ونشيل الوردة دي، كده كده هتظهر مع البنت فهشيلها. وهشيل الخطوط، كل اللاينز هشيله. هنبدأ بالقلوب، هنبدأ بالنقط، بظهور النقط دي وبعدين القلوب. فالورد ده هيبقى مرحلة تالتة، فأنا مش هعوز الورد ده كله مؤقتا. في أي روز هتروح جاي خفيها، ودي كمان هشيلها، دي ديكور، وهنشتغل على دول مؤقتا. طالما هنشتغل على دول مؤقتا يبقى انا عايز دول هيظهروا لي في الفريم ده، اوكي، او بعد كده كل حاجة بعديها، تمام. فانا هجيب اللاينز بعيد شوية، مثلا 50، نشوف بعد كده هنحطه فين، وال اللينز يبقى اللينز اللي هنشتغل دلوقتي هناخد اللينز تتابع بالتتابع كده، واحده واحده تبدأ تظهر. هنقول الهارتس برضو او القلوب دي هتتشال شويه قدام، انا عايز اللينز دي تبدأ تظهر في لينزايه هنا في نفس اللاير بتاعت او القلب اللي في نفس اللاير بتاعت اللينز. لا، انا عايز اللينزاية لوحدها، لا مش في نفس اللاير، في اللاير لوحدها، بس انا اللي جبتها كده، تمام اهو، كويس. هاخد اللينز هاخده بقى بالترتيب، كل ده هقفله للضمان برضو عشان ما اغلطش. يبقى اول واحدة فين؟ هي دي. هناخد من تحت لفوق بحيث ان هو يظهر مع النور، دي المفروض انها في قوة الاضاءة دي ما تبقاش باينة او كده، تبقى
نقول عليها 40 الألفا مثلا، هنخليها 25. نايس، دي هنبدأ بيها، وهيكون دي طبعا هناخدها بقى كده تحت وهنخليها نزوان، ونقول له ظهر لي مثلا معدل الظهور مش هيكون كبير بحيث ان الاعلان ما يبقاش طويل، يعني بقاش علشان يظهر تبقى طويلة تبقى مملة، فخليها F6. بعد ما جيت F6 هروح جاي على الالفا بتاعتها، لا انا عايز الالفا بتاعتها الاولانية دي هخليها 0، وبعدين تنتهي ب25 بحيث انها تظهر تكون مختفية وتظهر، فخليها create shape to win وخلي الايز ان. اوكي، اللي بعدها دي خلصت، اللي بعدها دي لا مش عايزها، هاخد من تحت لفوق ماشي، هنخلينا في دي دلوقتي وننزل ونخليها الانستو. بص انا بنظم بقى شغل ازاي جوه الملف بتاعي، اروح جاي هنا نفس الحكاية 5 كي فريم او 5 فريمات، اقول له كريب شيت توين واقول دي 0 بحيث انها برضو تظهر. تعالى نعمل تيست ماشي، انا عايز اللي جنبها دي طبعا شايف 4 فلير واحدة، فانا هروح جاي اعمل كده ومعلم عليهم ديستريبيوت تو لاير او لايرز، وبعد كده هنسميهم ونشوف هنعمل ايه. طيب هناخد دي ننزل بيها تحت بحيث ان يبقى التدرج قدامي عشان ابقى فاهم بس خطوات العمل بتاعتي، ولما ابدا ارجع لها تاني او عايز ارجع لها تاني ارجع لها بدون مشاكل يعني. ودي هتبقى الالفا بتاعتها، هيظهروا ورا بعض بالشكل ده كده. هناخد اللي بعدها وليكن دي، دي اسمها لينز 5، وهاتها لي هنا كده نفس الطريقة بالظبط. أول فريم هخليها الألفا بتاعتها بالزيرو، أوكي. اللي جنبها لينز 6، الألفا هتكون بالزيرو، اللينز هي اللي بعدها هتكون فوقيهم على طول وهنسميها لينز 7، نفس الطريقة. فاضل الاتنين دول، هنقول مثلا
دي لينز 8 وهتيجي هنا كتير قوي لينزات. هنشوف في الحركة بعد كده ممكن نقرب برضو الزمن شوية لو لقينا الموضوع طويل او الاعلان بقى طويل او ممل يعني. ودي اخر واحدة هتبقى 9 نروح جايبينها في الاخر خالص. سيرو كويس. بعد كده عايزين كل المحتويات اللي بعد كده هتكون بعد الفريم ده، يعني هروح جاي واخد كل ده راح ازقه بعيد شوية بحيث اني لما بعمل تيست احس شوية بالحركة. هنشوف من الاول كده بلاي تمام. انا شايف ان درجة الظهور بطيئة، او ممكن لو انت عايز يعني تبين اللينز شوية في الاول وبعدين الهارت اللي هي القلوب بطريقة يعني تسلسلية، يعني اللينز الاول وبعدين القلوب ماشي، او لو هتعمل قلوب معاه ماشي، وده اللي انا بفضله يعني عشان بس مبقاش الاعلان طويل اللينز يبان وبعدين مش عارف القلوب وبعدين فاهمني. فخلينا ندخل القلوب معاه بطريقة كويسة. القلوب الاربعة لير دول هناخدهم ماشي، هيبقى قلب مثلا هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا مثلا يعني. تعال نشوف القلوب كده تمام. القلوب بتظهر من فوق لتحت والنقط بتظهر من تحت لفوق، اعتقد انها هي كده كويس. نعمل تيست لذيذ نايس 10/10. هنخش بقى بعد كده خلصنا احنا كده القلوب وخلصنا اللينس، نقفل بقى جميل. هنخش بعد كده طبعا الديكور دي اخر حاجة خالص خالص خالص، فاحنا دي مش هنبص لها دلوقتي. احنا هنخش على الخطوط اللاينز. شوف يعني انا عاملها كده، انت ممكن تعمل احسن مني، ويا ريت انا اتمنى كده ان كل واحد يبدع ويكون احسن من استاذه. فهنعمل ماسك في حتة الخطوط دي، هنعمل ماسكات الخطوط هتظهر بعد القلوب يعني المفروض تبدأ تظهر تقريبا من الفريم ده. فهناخد الخطوط دي كده نروح برجعينها خلينا بقى ناخد الخطوط دي كلها فوق عشان يبقى في تسلسل حركة شوية. انا هوسع التايم لاين عشان الليارات كتير. شوف بقى هنعمل ايه. اول لاين التخين
انا عايز الاتنين تخان مع بعض، اول وتاني لاين دول هيكونوا تخان بولد بولد، عشان بس ابقى عارف دول هنخليهم مرحلة مؤجلة شوية، يعني هنظهر التلاتة لاين دول رفيعين الاول وبعدين هنخش بالتخان دول، فالتخان دول هنخليهم شوية كده. دول بقى هنعمل فيهم لير اسمها ماسك. هنيجي على اللير دي وهعمل ريكتانجل، ريكتانجل عادي جدا واي لون مش هتفرق، ده ماسكات يعني، مش اللون مش هيبقى مهم في الحالة بتاعتنا دي. وهعمل مثلا حاجة كده، لا هعملها بالدايرة. شوف بقى هعمل ازاي، هعمل دي دايرة اهي، وهخلي البيفوت بتاعتها هنا كويس. طيب هات لي الماسك ده هنا كده، هخليها تبدأ من الآخر من هنا عشان تخش على طول على فوق. بعدين هاجي على مثلا هنا واقول له create keyframe، واقول له حط لي بقى مين نهاية الدايرة فين، فوق خالص، انا ماسك الشيفت، غطي السين كله. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا خد بالك ان الدايرة محتواها هو اللي هيظهر. يعني انا هعمل ايه دلوقتي، هعمل create shape tween ماشي، هتبص تلاقي ان الدايرة بتكبر بالطريقة دي. لو انت شايف المنطقة دي، المنطقة اللي جوه الدايرة هي اللي هتظهر، يعني كأن في بيظهر بالتتابع بالشكل ده في المسار ده لفوق. هعمل ماسك بقول له ده هيبقى ماسك لير. لو انا جيت دلوقتي بصيت لقيت، هبص الاقي الخط، شايف الخط بيعمل ايه، تعال ندخل دول كمان معاهم. بالشكل ده فمالكش دعوة بدول خالص، دول كأنهم مش موجودين بالشكل ده كده. انا شايف ان احنا نعمل كل واحدة لوحدها، هنطلع الاتنين دول برا، بص هزقهم برا خالص كده ماشي، واعمل فوق دي ماسك نفس الحاجة، نفس الحاجة بالظبط، بس بقى اختلاف الزمن. وهاجي هنا هاخد ده، هاخد ده الت، نشيل بقى دي اوكي، وده هيبقى ماسك على دي. مين انا اتلخبطت؟ لا لحظه، ده هيبقى ماسك على مظبوط دي، وهيبقى مثلا معدل الظهور بتاعها عايزين يبقى من 65 ل 85، يبقى 20. نفس الحكاية من 70 ل 90، كريت هاخد ده هنا الأول بس أكبرها، ظبطت البيفوت، ممكن اروح جاي اعمل كده على طول. لا بلاش خلينا كده، نفس الطريقة بالظبط، سيت شيب توين
تعال نشوف الايز ان هيعمل ايه معانا. ده هيبدأ يظهر من هنا. واحد يظهر وبعدين التاني وراه وبعدين المفروض يبقى التالت وراه. بين دي ودي 5، مفيش مشكلة. هروح جاي واخد دي كمان يظهر هنا. هعمل ماسك واروح جايب دي بلانك فريم، او اخد ده نفس الحكاية يكون احسن النسخة دي، واروح جاي واخد من لغاية 95. ممكن اخد كل ده كوبي، يعني كل ده على بعضه هنا، واقول له كريت شيب توين، واروح فاتح دي كده عشان تظهر لي الدايرة بتاعتي ونفس الطريقة. نشوف التست بتاعنا. كويس، ده ما تكتبش على ده علشان دي بره الماسك، فهنخليها تحت الماسك كده. اعتقد المسافة دي هتبقى كبيرة شوية، هنقللها شوية. Is out. ممكن نشيل الايز ده خالص لو لقيناه مش مناسب، بس انا حابب بس اجرب للوصول لاحسن نتيجة. لا، هنشيل الايز خالص، خليها بزيرو، خليها عادية جدا، حركة عادية ما فيهاش سرعة او بطء في البداية ولا النهاية. اوكي، نيجي على الخطين دول، الخطين التخان بتوعنا، هنخليهم انا عايز اعمل حاجة، عايز اخلي ده تحت بحيث ان احنا نبقى ماشيين بالتتابع مع التايم لاين على طول بالتدريج. شكله احسن التايم لاين عموما، يعني شايف يعني لما جاي كده بالتدرج بقى طالع، بحيث ان انت ما تتلخبطش عينيك، ما تتلخبطش جوه. هناخد بقى التو لاينز دول فوق عشان التدرج بتاعنا، برضو ده كله هشيله شويه قدام. تمام، نفس الحكاية بالظبط. انا شايف ان السرعة مناسبة، هاخد دول كوبي فريمز واطلع فوق ده، اعمل واحد اسمه ماسك، وفوق ده اعمل واحد فوقي على طول اسمه ماسك، وهاجي هنا اعمل بيست فريم او بيست فريمز. اوكي، اروح هنا كمان اقول له بيست فريمز، دي طريقة سريعة. اوكي، هناخد دول
فريم او 5 فريمات. ماشي جميل. تيست ده ما تاكتفش على دي. ممكن نخلي بس عشان طول الموفي ما يبقاش طويل، ممكن نعمل دول هنا بحيث ان الاتنين لاينز دول يبقى ليهم وضع مختلف شوية، ككسر كسر لحركة الروتين بتاع الحركة. ممكن كمان نعمل عليهم ايز ان دول، لو بقوا بالايز ان اقل في الزمن هيبقى احسن. سريعة سريعة، كبر شوية. 5 فريم، 5 فريم. نيجي بقى نعمل تيست. عينيا مش مستريحة في الحركة، فهنخليها زيرو. باك انيميشن انت بتتعامل مع تايم، مهم اوي 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 حتة ان التايم كله يبقى زي بعض. هنخليها 20 فريم عادي زي الاول. اوكي تيست. نايس، خلصنا دول. هنخش على الديكور دي، هنخليها اخر واحدة فوق خالص. بعد كده هيبدأ يظهر الورود، فهناخد الروزز كلها، هناخد الجيرل فوق خالص تحت الديكور. تبدأ الورود بقى تتابع بالتتابع، تبدأ تظهر معايا. هنكمل الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.